القانون 83 ده لو اتنفذ يفرق معايا 12 جنيه ولا يعمل حاجه. ده جود الجلد وصل من 20 ل 25 جنيه يعني يشتري كل شهر فاهم. ناخد القميص وصل ل 8 فاهم. والله حرام يا عالم. يا عم زكي يا عم زكي خلصنا، عاوزين نلحق الفرقه قبل ما تخلص من الجامعيه. اللي عايز يقبل اتفضل بعد ساعه. لسه راح استنى ساعه على ما اقبض الهارد بتاع الاداره. وهم محتاجين دول مكوشين على كل حاجه حار ونار في كتتهم. يا سيدي ربنا عايز كده. لا الاوراق هتتعرض النهارده على كامل بيه ان شاء الله. ايوه يا فندم. وان شاء الله هبشر سعادتك بكل خير يا فندم. احلام سيادتك اوامر يا فندم. خلي سعادتك معايا دقيقه واحده. الو. لا يا فندم خلاص اطمن يا فندم اطمن. بس بقى ما تنساش الحلاوه يا سيدي. العفو. احلام سيادتك اوامر يا فندم. مع السلامه. استاذ سمير انا ورايا مصالح أرجوك عايز أقابل البيه. حاضر حاضر دقيقة واحدة أصله مشغول جدا. تشرب ليمون؟ مش عايز أشرب حاجة. أيوة سعادة البيه. في حد عندك كامل بيه يا سمير؟ إزيك الصراف يا فندم؟ اتفضل. إيه يا أستاذ سمير؟ هو في خيار وفقوس ولا إيه يعني؟ يا سيدي لا خيار ولا فقوس، ده فايد بيه عبد الغني مدير عامل عقود. اتفضل يا كامل بيه. 130 جنيه و30 قرش. الله امال فين علاوة؟ بيعملوا كشف الفاصل يا فندم، ان شاء الله بعد يومين بالكتير. اتفضل يا فايد بيه. بعدين بعدين. اتفضل يا فندم. الله ما قبضتش ليه يا فايد؟ بعدين يا سيدي يعني هي المية هتطير؟ المهم الشغل. ما احنا بنشتغل عشان القرشين دول. قرشين؟ وهي دي فلوس دي يا كامل بيه. الواحد بيشتغل للخدمة العامة ليس إلا. الله يرحم والدي. كان دايما يقول لي رضا الناس هو المرتب الحقيقي للموظف. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. امين امين. ايه بقى الاوراق المهمه اللي معاك؟ اولا انا عايز سعادتك تمضي لي على الطلب ده. ايوه. الله. هو رؤوف علوي ده مش صرفنا له حصته من الحديد؟ حصل بس هو طالب مضاعفه الحصه. ليه؟ على راسه ريشه؟ اصله بيعمل مجمع اسكاني وده بيساهم في حل مشكله الاسكان اللي في البلد. اللوائح بتقول ان غيره اولى. ايوه بس احنا واجبنا نشجع راجل زي رؤوف علوي ده، راجل بيعمل لصالح الاقتصاد القومي و100% وطني. يعني هو الوحيد اللي وطني وبقيه الناس خواجات؟ يا كامل بيه ده راجل بيساهم في حل ازمه من اخطر الازمات اللي في البلد. ازمه البلد ولا ازمته هو؟ انت اصلك راجل طيب يا فايد. اللي زي رؤوف دول هم سبب المشاكل، بياخدوا الحديد ويبيعوه في السوق السوداء. لا 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 يا كامل بيه مش رؤوف علوي، ده راجل عنده ضمير. وانا عندي اللوائح ما اقدرش اتخطاها. يتفضل يرفع طلبه لسياده الوزير وياخد موافقته هو الشخصيه، انا ما اتحملش مسؤوليه زي دي. عند سيادتك ايه تاني؟ اتفضل. ايوه اللي زي ده انا موافق. شوف انا راجل حقاني. كل واحد لازم ياخد حقه حسب القوانين واللوائح. ايوه بس يا كامل بيه اللوائح والقوانين ما تتطبقش على راجل زي رؤوف علوي، ده راجل حبوب. القانون يا استاذ فايد ما بيفرقش بين حبوب ومضروب، ده قانون مش عافيه.